السلام عليكم في كبسولة جديدة. إطار التغطية ديالنا أو بالأحرى سمحوا لي بالأحرى في إطار التعرية ديالنا لفشل الدولة ديال هوكستان التي تهدد المغرب بالحرب وهي من أفشل وأضعف الدول. المهم راكم عارفين المغرب خدام والجزائر بوكو كلام، وحنا كيف ما قال الحارث بونو حنا غير مقصرين معهم. في إطار التنظيم الفاشل الشان اللي ما عنده شان، فضيحة جديدة تنضاف لفضائح القوة الهاربة الجزائرية. فيديو باقي جديد من ملعب صدعوا لنا راسنا به هذه الايام على انه من افضل الملاعب الافريقيه وانه تحفه ومعلمه رياضيه. المهم راكم عارفين دوله الخسائر هي دوله المصائب والمهازل بامتياز. المهم تقولوا الصوره ابلغ من مليون كلمه، نخليكم تشوفوا الفيديو. سي المخرج طلق لنا المقطع نضحكوا شويه. دابا هاد الناس واش ما يهربوش ليك؟ نقدر نتفاهم تواجد شي ساريه صغيره شي جنب صغير مدرق، ولكن باش المهندس والمشرف على البناء ديال الملعب يديروا هاد الخطا الكبير اللي كيشوه هاد الملعب وتيحرم نسبه كبيره من الجمهور من متابعه المباراه، حيت ما غتشوفش شنو وقع من النصف الاخر من الملعب والمرمى الاخر. الناس مثلا كيصنعوا سياره باش يركبوا فيها وتوصلهم، الناس كيبنيو ملعب باش الجمهور يدخل ويتفرج في المباراه، هادو بنوا ملعب باش الجمهور يدخل ويتفرج في نفس المباراة، وهادشي كينطبق على الجمهور من الجهة الأخرى من هاديك البلاصة اللي حتى هو ما غيبانليش النصف اللي كاين على اليمين أو المرمى اللي كاين على اليمين. تنظن واقيلا هاد الملعب هذا راه ما دارش باش يستضاف شي مسابقة بحال الشان كيف ما تيروجوا ليه، هاد الملعب راه دار باش يلعبوا فيه غير تدريب في نصف الملعب فقط. مثلا الجمهور ديال الفرقة أليف غتفرج غير في الفرقة أليف وما غيبانليش الفرقة باء شنو كدير، والجمهور ديال الفرقه باء تبلش الفرقه الف والجمهور ديالها، يعني كل جمهور واخد باله من لا غاليق حتى شي جمهور ما كيتفرج في الاخر. وباش عرف الزلطه في العين قال لك حنا في الجزائر عندنا الملاعب والمروك ما عندوش، وقال لك حنا في الجزائر نديرو جوج الكؤوس العالم. هذه راه مأساة تنظيميه، هذه راه مجزره تنظيميه. هذا الملعب تبنى في 20 عام يمكن ولا اكثر وهما كيجرجروا فيهم في هذه المده كامله. تصوروا معايا اخوتي العزاز دوله كامله ما كاينش شي واحد قاري وبعقله عاق في المراحل الاولى ديال البناء ديال الملعب ان التصميم هذا راه ما خدامش، هذا التصميم راه ما هوش، هذا التصميم راه ما يمكنش يكون ديال الملعب الناس غيدخلوا باش يتفرجوا في المباراه كامله. ولا يمكن واقيلا الملعب تبنى عادي في الاول وهذاك الشيء اللي تبنى تما يمكن بناء عشوائي عاد خرج في 2022، ولا تقدر تكون شي مؤامره من المخزن هو اللي بنى لهم هذاك الطرف باش يخسر لهم هذه المعلمه الرياضيه اللي هنا. انا كتبان لي هذه القضيه ديال البناء عشوائي ممكن غيكون شي واحد في الجزائر مشى دور مع لو مير ديالهم حيت هما ما عندهمش مقدم بحال الفرنسيين عندهم لو مير، هو يخرج هذيك الدار تما وسط الملعب ويدرك على الجمهور. دابا بالله عليكم واش هذه دوله؟ واش بهاد البنيه التحتيه المعوجه وبهاد الملاعب وبهاد الحافلات ديال نقل السجناء وبهاد التميمه الممسوخه اللي درتو وبهاد ملاعب تدريب اللفت في جمهوريه اللفت باغي نقول لك تنافسوا المغرب والسنغال وجنوب افريقيا وتنظموا كاس افريقيا للكبار، ولاني ما كتحشموش. انا بكل صراحه ما كرهتش كل الدول الافريقيه تنسحب بما فيهم المغرب ويخليو الجزائر هي اللي تنظم كاس افريقيا الكبار في 2025 باش يتشوهو مزيان ويتفضحو مزيان ونضحكو حنايا مزيان عليهم. بعض الاخوان تعتقدوا انه منين كنفضحوهم بهاد الفيديوهات راه حنا كنقريوهم وكنوريوهم شنو يديروا، وباين راه ما كيعرفوهمش مزيان. اولا حنا ملي كنفضحوهم راه كنسجلو وكنتفرخو الفضائح ديالهم، يعني شنو ما داروا من بعد الفيديوهات ومن بعد التعاليق ديالنا راه فات الفوت، راه تفضحو وعاودوا تفضحو. وحتى في حاله الاصلاح ديال هذه الامور هذه كتبقى مسجله عليهم الى الابد انهم مكلخين واغبياء وما تعرفوا والو واسيادهم المغاربه قارين عليهم. ونعطيكم مثال، انا شخصيا فضحتهم هذه 10 ايام على الميكا اللي باقا في الكراسة في الملاعب الاخرى وعلى ديك الزربيه اللي كانت مجموعه، وراكم شفتوا البارح في استوديو الهواء الطلق اللي كان اوضحوك بكل المقاييس عاود ثاني خلو الميكا في الكراسة. راه باش تصلح شي حاجه خاصك تكون مقتنع وفاهم بعدا علاش كنهضروا اصلا وما يكونش عندك مني في الخاوي. هما راه لا غالب حابسين فيا ما تبوخ الروبا وما تطوروش، باقي عقلهم حابس في السبعينيات ديال القرن الماضي. اي واحد فيكم يدخل غير القناه التلفزيونيه ديالهم وشوفوا كيفاش كيصوروا، باقي تيديروا الفيديو مربع
نبسطها لكم باش تفهموا مزيان. دابا الا مشينا عند فرقه في الدوري الثالث من شي بطوله افريقيه ضعيفه وقلنا لهم راه اللعب اللي كديروا نتوما في الدوري الثالث راه ما مزيانش ليكم، راه خاصكم ديروا مثلا تيكي تاكا. ها نتوما ونوريوهم الفيديوهات ديال البارسا، شوفوا البارسا كيفاش كتلعب تيكي تاكا، شوفوا البارسا كيفاش كدير لهاد الخطه ديال تيكي تاكا، راه ساهله طبقوها وراه غتوليو واعرين. راه هذيك الفرقه من الدوري الثالث في البطوله الافريقيه واخا تبقى 100 عام ما غتقدرش دير تيكي تاكا، واخا تشوف الفيديوهات واخا تسمع وتفهم شنو كتقول ليها. راه اللي عنده عنده اللي ما عندوش ما عندوش. نعطيكم مثال، درت فيديو على الحليب في الجزائر هذه 3 سنوات وبعض الاخوان في هذيك الوقيته قالوا لي لا خويا حاتم راك كتوريهم راك كتقول لهم شنو يديروا. واش من بعد هذوك الفيديوهات تحل المشكل ديال الحليب ولا عاد ما زاد في الجزائر؟ وثاني حاجه انا بالنسبه ليا ما كنوريهم لا اسرار التصنيع لا اسرار التكنولوجيا لا اسرار التسيير، راه ملعب الدار باش نتفرجوا في مباراه كامله، ما يمكنش نتفرجوا في نصف الملعب. راه معارضين جزائريين تيوريوهم اكثر منه ومع ذلك لا حياه لمن تنادي. وتفكروا المثال ديال هذيك الفرقه في الدوري الثالث الا بغات تقلد البارسا. انا بعدا تنقول ان هادشي اللي كندير راه بسيط ولن يساهم في مساعدتهم، بالعكس هادشي عاد ما كيزيد يعصبهم باش يزيدوا يرتكبوا اخطاء اخرى، بالعكس هادشي عاد ما كيزيد يدفعهم انهم يخسروا مليارات الدولارات غير باش يزينوا الصوره ديالهم امام المغاربه، بالعكس هادشي عاد ما كيزيد يخلي الشعب الجزائري يتعاطف مع العصابه اللي حاكمه غير ضد في المغرب. وفي حاله كيف ما قلنا صلحوا شي حاجه راه غيبانوا صغار بزاف، لانهم باللجنه التنظيميه ديالهم بالوزاره ديالهم بالفراقي ديالهم بالشعب ديالهم بالدوله ديالهم ما عرفوش هاد المشاكل وكيتسناو المغاربه والافارقه والعرب يضحكوا عليهم باش هما يلا ينوضوا يقادوها. وهذا في حد ذاته احراج ما بعده احراج، يعني النتيجة واحدة وهو تخلف وغباء وضعف الدولة لوكيستاني. هذه تاني راه خاصها تدخل لغينيس بوك للأرقام القياسية، ملعب غتدخل ليه غتفرج غير في نصف المباراة وما غيبالك شنو واقع من جهة أخرى بحال إلا جالس في شي دورة ولا في شي رومبوا. المهم سجل يا تاريخ في دولة الجزائر القوة الهاربة تنشوفوا هذا الخطأ في التصميم والبناء اللي غيحرم الجمهور من متابعة نصف الملعب وما عاقبها حتى واحد حتى سالوا بناء الملعب. ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم لايك تعليق وبارطاجوا الفيديو فضلا وليس امرا. شكرا للمتابعه والدعم ديالكم، كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.